فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية تقدم طريق إلى دار الهجرة من غار تور إلى يترب. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات الإذاعية المغربية. وأخرجها فريد بن بارك. مكث الرسول عليه السلام مع أبي بكر في الغار 3 ليالي، وفي الليلة الموالية أتى عبد الله بن أبي بكر ومعه الدليل عبد الله بن أريقد ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ومعهما راحلتان، فركباها وتوجها في طريقهما نحو دار الهجرة. وقد حصلت أحداث في الطريق جميعها يدل على العناية الإلهية التي ألهمت الرسول عليه السلام إلى نهج سبل الرشد والهداية، ومكنته من الظهور بعد الخفاء ومن وسط الكفر والطغيان إلى رحاب الإسلام والإيمان. من الطارق؟ أخوك. أهلا يا أخي، إني في انتظارك. فمنذ أن خرجت صليت العشاء وتوجهت إلى الله داعية أن يعمي أبصار المشركين عن رسول الله وأبي، ويحيط مكايدهم الضالة ونواياهم الخبيثة. إن البداية الحسنة من دون شك تدل على النهاية السارة، وإن الله سبحانه كفيل بحفظ نبيه والمؤمنين ويمكنهم من الانتصار على أعدائهم والمشركين. هذا رجاؤنا. أقل لي يا أخي، كيف كانت الانطلاقة؟ لقد كانت يا أختي مؤترة تأتيرا بليغا مكسوة بالمهابة والجلال، وكأني أشعر بالجند يحيطون بالرسول العظيم من كل جهة، وكأن الأرض أصبحت في يدنا لا أحد غيرنا يشاركنا فيها، والرسول العظيم يردد الدعاء الكريم الوارد في القرآن الكريم: وقل رب ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. ما أعظمك يا رب، وما أجل كلامك، وما أحلى آياتك. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، وركب أبي وأردف من ورائه عامر بن فهيرة، وانطلق بهما الدليل على راحلته، وبقيت مكاني أرقبهما، وما هي إلا هنيهة، حتى أخفاهم عني الظلام، والتفت أعدو لأصل قبل طلوع الشمس إلى المنزل. حسنا فعلت يا أخي. لم يدق أحد في طرق الباب؟ لا، ولكن جاء علي بن أبي طالب متقلدا سيفه، وقال لي بأن أبا جهل وجماعة من مشرك مكة يطوفون حول بيتنا. إنهم يظنون أن رسول الله مختف هنا، ورسول الله في طريقه الآن إلى دار الهجرة، تحرسه عناية الله. حقا تحرسه عناية الله، وصدق الله العظيم في قوله لنبيه: واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا. يا أسماء، إني تركت رسول الله على ثقة عظيمة من ربه، مؤمنا بالانتصار، تنطلق من أساريره أشعة الحق ونورانية الإيمان، ولكنه صموت يكسوه الوقار على راحلته. يا عبد الله، يا عبد الله. من الطارق؟ مرحبا مرحبا. أين علي بن أبي طالب؟ لقد تركته منهمكا في تنفيذ الوصايا التي أوصى بها رسول الله. فداه أبي وأمي، لقد أوصاني أن أبلغ عليا بأداء الأمانات ورد الودائع إلى أهلها، لأن رسول الله لما جاءه الإذن بالهجرة لم يبقى له الوقت الكافي لرد الودائع إلى أهلها. ولقد كان ذلك لأمر أراده الله، حتى لا يتفطن القوم إلى خروجه من مكة. ماذا فعل علي في الوصية؟ لقد قال لي منذ قليل إنه رد سائر الودائع إلى أهلها، ولم يبقى أحد ذو حاجة إلا وقضاها له، بل أوصل بعض الإعانات لمن عودهم رسول الله بالمساعدة وفعل الخير معهم. حسناً،
أبلغ عليا أن رسول الله يترقب اللحاق به بمجرد انتهاء المهمة التي كلفه بها. لقد قال لي بأن سائر المهام قد انتهت، وأنه سيسافر إلى يثرب ساعيا الوصول لمساعدة الرسول، وسيكون محظوظا إن استطاع اللحاق به في الطريق. ذلك بعيد، لأن الرسول قد اتخذ طريقا خاصة حتى لا يصطدم مع الكفار والباحثين عنه، لأن الجائزة التي رصدوها كبيرة جدا تبلغ 100 ناقة، وقد وجه الكفار رسلا إلى سائر الطرق حاتين كل من استطاع قتل الرسول أو أسره فله 100 ناقة. خابت آمالهم. هل لعلي راحلة يسير عليها؟ لا أظن ذلك، فلقد قرر أن يسير على قدميه قاطعا المسافة بين مكة ويثرب. ما أعظمه من شاب وهب نفسه للموت ليلة الرحيل ويتحمل مشاق السفر على قدميه، فهل لا أخذ مني راحلتي وركبها؟ لقد صمم على الرحيل سيرا بالأقدام ولا راد على حكمه، وسوف لا يعلم أحد وقت مسيره. أعتقد أنه لما أنهى المهمة التي كلفه بها الرسول الله لم يبقى له وقت للمكوت، سيما وأنه يريد الوصول لإعانة رسول الله. حقا يا أخي، لقد أشار إلى ذلك قائلا بأنني قد أنهيت جميع أشغالي ولم يبق لي عمل بمكة. لقد استوحشت عليه الديار بعد فراقه للرسول، وهو الذي نشأه وأنبته النبات الحسن، فكيف يستطيع البقاء؟ هل سترى عليا؟ لا أظن ذلك، لأنه ودع لي ولم نعقد موعدا على الالتقاء، وإنما أرسلني لأتصل بك. إذن فكن على اتصال بي من وقت لآخر، ربما يجد جديد، وأنا أيضا فإني على وشك الرحيل. في وديعة الله ومشيئته. ما أسعد عليا، إنه شاب يستحق كل إعزاز وتكريم، فقد أدى خدمات هائلة في سبيل نجاح هجرة الرسول وخروجه من مكة سالما. لولاه لفطن الكفار لخروج رسول الله، وإن نومه على الفراش طمأنهم على أن الرسول ما يزال ببيته، إلى أن قضى الله أمرا كان مفعولا. ما أعظمك يا علي، والآن تقطع فيافي الصحراء على قدميك لتدمى بالقتاد وصخور الجبال ورمال الصحراء الحادة. له فضل لا ينكر في الإسلام، وجهاد المؤمنين الصابرين الذين صدقوا في الدعوة، وسيكون أعظم عملا في يثرب إلى جوار الرسول وفي الطريق أن ألتقي به. ما أعتقد أنه سيتصل به، والدليل ابن ريقت يستحث النوق على السير ويحادث أبي ثارة، بينما يحادث عامرا مرة أخرى، ولقد سمعته في ابتداء الرحلة يتحدث إلى عامر وهم يبتعدون مني ويقول له: يا عامر، هل هذه هي أول رحلة تقوم بها إلى يثرب، أم سبق لك أن قمت برحلة غير هذه؟ كلا، لقد سبق لي أن سافرت إلى يثرب مع أبي بكر للتجارة، حيث كنا نمر عليها في طريقنا إلى الشام. ومن أجل هذا فإنك تعرف يثرب وسكانها. ولكن ليس كمعرفتك أنت، فإنك دليل خريس، ولم يخسرك رسول الله إلا لمعرفتك التامة بمختلف الدروب المؤدية إلى القبائل والأقطار. حقا يا عامر، إنني مارست هذه الديار وهذه الطرق، وعرفت سهلها ووعرها والمطروقة منها وغير المطروقة، وأعرف أحوال الطقس وتقلباته، ومتى يسهل الرحيل ومتى يصحب. وماذا ترى أنت الآن من حيث الطقس؟ هل هو مساعد على السفر؟ كما ترى، لقد اندهشت من جمال الطقس مما لم أكن أعهده في هذه الظروف من الاعتدال التام بالليل والنهار. إن السماء لم تمطر منذ سنة، ولذلك فإن السكان في مشقة من حيث الكلاء، فأنت ترى أنه لا نبات لا شجيرات إلا شيئا قليلا هنا وهناك. لتعلم يا عامر أنه لا يمكن لي أن أخرق الأراضي المسكونة بعيدا عن أعين الرقباء،
وحينما أقترب من مكان المسكون فإني أتجنبه حتى لا تقع علينا أعين القوم. وإذا احتجنا أحيانا إلى بعض الزاد فما هو العمل؟ سنمر على بعض الخيام في طريقنا وسنتزود منها ببعض ما نحن في حاجة إليه، على أننا كما تعلم على أتم استعداد. لا يخشى مسافر معك من الهلاك. إننا قريبون من خيمة عظيمة لسكان ذوي كرم وضيافة، لا يمكن أن يمر أحد بجانبهم دون أن يتزود منهم. انظر، إنها شجرة كبيرة. في ذلك المكان سنستريح قليلا، وإن الخيمة التي ذكرت قريبة جدا منها، فلا تبعد عنها إلا ببضع خطوات. حسنا، انظر إن ناقة رسول الله تتجه إليها، فلعله سينزل بالفعل هناك. لقد أشرت بالنزول هناك منذ الصباح، خاصة وأن الحرارة قد اشتدت وهنا ظل وماء. بل إن رسول الله يريد أن يتوضأ ويصلي الظهر ويستريح قليلا. إني سأتوجه إلى هذه الخيمة لأرى من فيها، وأحاول أن أطلع على ما يمكن أن أتزود به من ماء ولبن وتمر. سأتوجه إلى إعانة أبي بكر، فإنه يسوي بيده التراب تحت الشجرة لمكان جلوس رسول الله. وتوجه أنت إلى الخيمة ثم اتركني أنا أقوم بإعانة أبي بكر. إنني أرى امرأة قادمة علينا من تلك الخيمة. من القوم؟ راحلون إلى الشام. وهل يرحل أحد في هذه الظروف والقيلولة مشدة والطريق محجورة؟ فمنذ أسبوع لم أرى أحدا يمر من هذه الطريق. هذه هي الطريق التي سلكتها من قديم وأجد فيها أمنا وسلاما، ولذلك دائما أمر من هنا. إنه لغريب عمرك أيها الدليل، فمنذ أن عشت على هذه الأرض وفيها ترعرعت وكبرت لم أرى صورة مثيلة لهذه الصورة. وما الذي أتاك غريبا بالنسبة إلى هؤلاء القوم يا خالة؟ لست أدري ولا أستطيع تحديد هذه الصورة، وإنما هي بهجة غمرت المكان وأضاءت الأكوان، وأصبحت وكأني أرى قوما أحبهم منذ زمان ولي بهم صلة قرابة، مشاقة إلى لقياهم، مبتهجة بمرآهم. أحقا ما تقولين يا أم معبد؟ وكيف أكذب وقد قادتني إليكم نفحة وجدت عطرها في بيتي وسكني، ودفعتني إلى التطلع من آت مصدرها ووارد ينبعها، فوجدتها من هذه الناحية ومن تلك الشجرة حيث يجلس ذلك السيد الوقور. هل هو نائم أم يقظ؟ إني رأيته متكئاً مغمض العينين، تكسوه المهابة ويجلله الاحترام. إنه يستريح يا أم معبد من بعثاء السفر لنواصل المسيرة ونجد في طريقنا. هل مر عليكم أحد من هنا يا أم معبد؟ لقد قلت لرفيقك إن هذه الطريق غير مطروقة، ولم نرى شخصاً مر من هنا منذ أسبوع، ولم نشاهد أحداً يسير في وقت الظهيرة لأن الحر شديد جدا ولا يتحمله أي بشر. إنك ترى لا طير في السماء ولا هامة على الأرض، فالكل مختف من القيظ. إننا لم نشعر بشدة القيظ يا أم معبد، ولولا أننا وجدنا هذه الشجرة وما أعرفه من سكنك هنا لما وقفنا، بل تابعنا سيرنا حتى نصل إلى المكان الذي نقصد. إنه بعيد ولا أظنكم تصلون إليه إلا في غدكم. إننا نجد في المسير. يا أم معبد، إن ذلك السيد الذي وصفته بالوقار يطلب منك شاتا ليحلبها فيشرب لبنها. والله إن السنين الشديدة التي مرت علينا لم تترك لنا إلا شياها عجافة قل لبنها فلا تعطي شيئا، ولكن خذ هذه من بين الشياه ولا أظن أنها تعطي نتيجة من النتائج. بارك الله فيك يا أم معبد. إني رأيت ذلك الرجل الوقور حلبها بنفسه، لقد تولى حلب الشاة صديقه الذي أبى أن يراه يشقى. نعم، إنه صديقه ورفيقه،
ويريد أن يتولى الأمور بنفسه بدلا منه. إني أرى أن الإناء قد امتلأ لبنا. أجل، فهل لك من ماء بارد ليبترد اللبن ويستساغ شربه في هذه القيلولة؟ الماء موجود، وأظن أن كل شيء تطلبونه موجود، ولقد شعرت كما قلت لكم سابقا بأن الجو الذي أعيش فيه قد كساه السرور، وأصبح القنط والانعزال أنسا وانفراجا. ومن دون شك أن لصاحبكم هذا الذي توقرونه وتعظمونه أمرا جللا، ولقد فهمته بنفسي وأدركته مشاعري، وحبذا لو تعرفت عليه. سيذهب عامر ليحادثه. هيا يا أباه لتشرب اللبن أنت أيضا، فإنه كما تحب وتريد. ما أشد إعجابي بهذا المشهد، حبذا لو كان زوجي هنا ليشاهد ما لم يحلم به أبدا وما لم تره عين قط. تفضلي، ها هي الشاة، لقد شربنا وشبعنا، وهذا القدح قد وقع حلبه من أجلك، فخذيه. ويدعو لك السيد الوقور بالبركة والرزق، ويعطيك وعدا في المستقبل إن شاء الله أن يرسل إليك، وستأتي أنت وزوجك بحول الله وتتعرفين على أحواله. فهل سترحلون؟ نعم يا أم معبد، لأن القيلولة قد مرت، والشمس قد بدأت تميل على كبد السماء، ومن الأولى أن نفارق الديار لنقطع مسافة طويلة قبل منتصف الليل. صاحبتكم السلامة في الحل والترحال، وإني في انتظار رسولكم، فإن حبكم قد ملك الأعماق، وأصبحت أرقب يوم التلاقي. مع السلامة في الحل والترحال يا من حللتم فحلت معكم البركات. إنني لسعيدة جدا بهذه السكنة، فلن أرحل عن هذا المكان أبدا إلى أن تفارقني الموت، لأنه مكان تطأه أقدام السعداء ورجال الخير والفضل. قد رأيتك مستبشرة باسمة، فماذا طرأ عليك من حادث سعيد؟ انظر، انظر إلى هذا. ماذا الذي أرى يا زوجتي عاتكة؟ لبن؟ وكيف؟ ومن أية شاة؟ والشاة عازب والحلوب بالبيت. إنه مر بنا رجل مبارك واستراح إلى تلك الشجرة ودعا أن آتيه بشاة، فكان منها مكان، والله على ما يشاء قدير. هل تستطيعين وصفه يا أم مبد؟ نعم، رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، مبلج الوجه، حسن الخلق، في عينيه دهش، شديد سواد الشعر، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، أجهر الناس وأجملهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب. إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره. عجيب ما تصفين يا أم مبد، وددت لو حضرت رؤية هذا الرجل. يا ترى من يكون هذا السيد ذو الشأن الكبير؟ منذ بدأت وصفه لي علمت من هو. من يا ترى؟ إنه والله صاحب قريش. والله إنه هو، إنه صاحب قريش، محمد بن عبد الله. إنني آمنت بعظمته قبل أن أعرفه، وآمنت بيمن طالعه قبل أن أدري من هو، وآمنت ببركته التي شاهدتها في كل مكان
وإن كنت أجهل من هو. إن القلب لا يكذب والظن لا يخيب والعين لا تخفى عليها المشاهد العظيمة. إنه والله يا معبد صاحب قريش، وإنه لنبي. أم معبد، ماذا قال حين ودعك؟ قال إنه سيبعث رسولا من بعد لآتي إليه. لابد أن نلحق به حينما نعلم مكانه فنؤمن به ونتبعه على دينه. لقد آمنت بعظمته، ورجل على تلك الهيئة لا يمكن أن يصدر عنه الكذب أو تتطرق إليه التهم في شيء يأتي به. لقد علمت من بعض القوافل أن قريشا جند جنونها لما خرج محمد من بينهم متوجها إلى ناحية غير معروفة، ولكنهم يعلمون أنه سيمكث بيثرب وله اتفاق معهم. وماذا أرادوا به إن لم يسيروا على نهجه؟ قالوا لا، إما تعود إلى عبادة آلهتنا وتكذب ما أتيت به وإلا قتلناك، ولكنه رفض مطلبهم. إنه مجانين، إن الرجل يدعوهم فإن وجدوه صادقا فلم لا يتبعونه ولم لا يصدقونه؟ وهو واحد منهم وإليهم، والفخر كله سيعود إليهم. ولا أعتقد إلا أنه صادق، وكل ما أتى به حق، وعليهم ستدور الدائرة وتفشل مراميهم الماكرة. إنهم يريدون قتله يا أم معبد، وقد أحاطوا بداره وجمعوا شبان القبائل لإهدار دمه والعمل ضد قبيلة بني هاشم إنهم قاموا برد فعل، حيث لا يستطيعون القيام ضد القبائل بأجمعها ويسلمون أمام الأمر الواقع. إنه لتبييت دنيء وعمل ماكر رديء، وليس لهذا الباب ومرتكبيه من نصر، وله لأهله من قوة وقهر. بل إنهم رصدوا لذلك جائزة عظمى لمن يقتله أو يأتي به مأسورة، قدرها 100 ناقة. والله إن هذا العمل لا يقوم به إلا رجل ساقط الأخلاق منحط صعلوك، ولذلك لم يستطيع الوصول إليه. إن العناية الإلهية من دون شك ستحرسه، فإنه عاش في وسطهم ولم يقدروا عليه، فكيف وقد خرج من بين ظهرانهم؟ حقا يا أم معبد، إن العناية الإلهية تحرسه. وإني لو عثرت على أحد منهم لأضللته عن الطريق وطمس عليه كل الأخبار. انظري انظري. ماذا؟ جماعة من الناس، لعلها قافلة تجارية أخرى. إنهم يتجهون نحونا. لقد مر أشخاص من هذه الطريق، فهل تعرفتم عليه؟ مر أشخاص من هذه الطريق، فهل هذه هي الكلمة الأولى التي يبتدئ بها الغائب؟ اسمحي لي، إن البال مشغول. مشغول بالجائزة. لو وجدت المقصود أو مر من هنا لعملت لنفسي وسألت بها وخرجت من الخصاصة التي أعيش فيها منذ سنين. لقد حسبنا أننا نجحنا لما رأيناكم، وظننا سننالها وأنك المقصود، ولكن الأوصاف ليست هي الأوصاف، ولا يوجد من بين الثلاثة المقصود. إذن ضللنا الطريق، ولا شك أنه مر بعيدا من هنا. أتعلم أن شخصا يبحث عنه يمر من طريق الساحل وهي مطروقة؟ لا شك أنه مر من الطريق الداخلية. أخت العرب، هو إنها عائدون وسنتبعه باحثين. إنهم مجانين. لقد عرفتهم بالطريق التي سيسحقون فيها، يبحثون عن الجائزة. إن للرجل من دون شك ربا يحميه ويمهد له من الأسباب ما يجعله في أمن وأمان. لقد كنت داهية يا أم معبد. ليس بدهاء ذلك، ولكن الله جعل حب ذلك الرجل في قلبي،
فأمدني بما يبعد عنه أولئك الأشرار. من القادم على فرسي؟ إنه سراقة. من سراقة؟ أحد من الذين يسكنون قريبا منا على بعد بضعة أميال. أسمع عنه ولكني لم أتفاءل من مجيئه هذا، فوراء سعيه شيء، فإنه على شاكلة من سبقه، وسوف أحاول أن أصده كما صددت الآخرين على اللحاق بركب الرجل المبارك. إن سراقة ماهر في تتبع آثار الأقدام ويعلم الطرق علما كبيرا، وما أظن أنك تستطيعين صده عن اتباع آثار صاحب قريش. عمو مساء. مساء يا أخ العرب. لقد مرت جماعة من قريش، هل استراحت هنا أم لم تسترح؟ جماعة من قريش؟ ومن لي بأن أعلم جماعة من قريش؟ فهل أستفسر الناس عن قبائلهم وأسمائهم؟ لا تحاولي الصد عنهم، فإن آثار أربعة أفراد وصل بهم السير إلى هذه الناحية وأناخت جمالهم. لا شك أنهم استراحوا تحت هذه الشجرة ثم توجهوا مواصلين طريقهم. إذا كنت عالما بهذا كله فأنت الذي ينبغي أن تسأل عن مسير القوافل يا سيدي. إننا نعلمك ونعلم أهدافك ومقاصدك، وإن تتبعك لأولئك القوم سوف لا يعود عليك إلا بالوبال، فتجنب أولئك القوم وعود إلى حال سبيلك. إنها فرصة ثمينة لا يمكن أن تتكرر في الحياة. أتدرين كم الجائزة لمن يحصل على سيد تلك الجماعة؟ هل ما تقوم به فيه شرف ونبل أم خساسة ودناءة؟ هذا أمر لا يهم، فالجائزة مهمة، ولو قدرت أن ألفهم جميعا لأتيت بهم ووصلت إلى بغيتي. يا سراقة، إنك رجل ذو مال وبأس، ولا ينقصك شيء في حياتك من متاع الدنيا، وإنه من الأفضل لك أن تبتعد عن مثل هذه المغامرات، فإنك ذات يوم ستبحث عن حتفك بظلفك. أتنصحني أنت يا أخ العرب بعد أن جاوزت 40 وعركت الحياة وذقت الحلو منها والعلقم؟ فلا يغرنك غار، ولا تبطش بك سهام الأفكار، فإن وجدت مالا فاستبق إليه واعمل كل ما تعرفه من حيل ومكر ومن شدة وبأس للوصول إلى ما تريد، فإنك تسعد به وتعيش مرتاحا مسرورا. أتعتقد يا سراقة أنك الآن مستريح بما لك من مال ومتع؟ فإنك حسب ما أرى قد طغى عليك الهلع، ونفسك مطمئنة حيث استولى عليها الطمع، فأي راحة لمن ترك أمتعته الوافرة وخرج معرضا نفسه للهلاك أو ليهلك غيره دون ما تمييز بين الفعل الصالح والطالح؟ دعوني وشأني. إنني واحد من قومه وعشيرته، فهم أعرف به وكلهم يبحثون عن الجائزة، فلم لا أكون أنا صاحب الجائزة؟ إن أم معبد على خطأ وزوجها كذلك. لقد خرجت لأبحث عنهم وقد مروا من هنا، فلن أعود حتى أقف عليهم. هذه آثارهم في الأرض، لقد توجهوا من هنا، وإن هذه الآثار لم يمر عليها زمن طويل، ولكني أرى 4 أقدام مختلفة، فهل هم أكثر من 4؟ وكيف أستطيع أن أحارب 4 أفراد؟ إنما قالت أم معبد الصدق. إنني سأبحث عن حتفي بظلفي. إذن ماذا أفعل الآن؟ استمع، استبشر الآلهة هل تتقدم أم تتأخر. من المتحدث إلي ولا أراه أمامي؟ ضع سهامك على الأرض وانظر ماذا استرشدك إليه، فإن قالت لك تقدم فعليك بمواصلة بحثك، وإن منعتك فارجع إلى حال سبيلك.
إذا سأفعل. لقد قالت للسهام إن تقدمت هلكت، سأهلك إذا وصلت البحث عن محمد. لا، لن أثق بالسهام. إن الطمع قد غلب عليك، وإن الآلهة قد أمرتك بالرجوع، فأعد ضرب السهام مرة ثانية لنتأكد من إشارة الآلهة. سأعيد مرة ثانية. عليك أيتها السهام أن تأمريني بما فيه مصلحة لي. ماذا أرى؟ إنها خرجت أمرة بما أمرتني به في المرة الأولى. إن اقتربت من محمد فيصيب الهلاك. لا أيتها السهام، إنك تكذبين. إن محمدا يسب الآلهة، فكيف تعطف عليه وتأمر به بالابتعاد عنه؟ هذا خير صحيح، خير صحيح أيتها السهام. أيها الهاتف، أيها الهاتف، أرشدني. لقد أرشدتك الآلهة إلى طريق فيه نجاتك وسلامتك، فاستمع. إن أردت أن تتأكد مرة ثالثة فأعد ضرب السهام. أيتها الآلهة، إنك تعلمين أن محمدا قام ضدك وسبك وشتمك. قال إنك غير نافعة ولا ضارة، وأنا أريد أن أنتقم إليك، فامنحيني الموافقة وأخرجي للسهام الآمر بالفعل، وفيه صلاح لي. أوه، بئست السهام، إنها تأمرني بعدم الفعل والرجوع من حيث أتيت. ما الرأي الآن؟ لقد علمت الرأي الصحيح، إنك لا تخدم الآلهة، والآلهة غير محتاجة لك. إن الذي دفعك هو المال، الطمع في الجائزة. أسكت، أسكت أيها الهاتف اللعين. إنني سأتبعك وسأعوقك عن الوصول إلى محمد، وإنه قوي، إنه عظيم، ولو اجتمعت أنت ومئة معك لما استطعت اللحاق به، وأنت تعلم أن قريشا لم تستطع اللحاق به. ولما عجزت رصدت الجائزة عجزا منها، فكيف بك أنت يا سراقة؟ حقا، ولكني أريد المئة ناقة أيها الهاتف. قل لي بربك من أنت أيها الهاتف الذي يتحدث إلي؟ أنا ضميرك وعقلك. كثيرا ما عصيت ضميري وعقلي وعصيت الآلهة، فليست هذه هي المرة الأولى. سأفعل، سأفعل. هيا أيها الفرس وانطلق، إنك قريب من محمد. ماذا حدث لك أيها الفرس؟ ماذا حدث؟ لماذا سقطت على الأرض؟ أخشى أن يحدث هذا إن قربت من محمد، فإنهم ينقضون علي ويفتكوا بي. إن هذا أيها الفرس وواصل سيرك، فما عهدت منك هذا السقوط. إنني أرى أشخاص من بعيد، لعلهم محمد وأصحابه. هل أقدم عليهم أم لا؟ لقد بدأ الخوف يدب في أوصالي، إنه لخوف شديد لم أشعر به من قبل. إذن أعود إلى حال سبيلي. أمرتني السهام أن أعود، وقبل ذلك أمرتني أم معبد وزوجها، وضميري هاتف بي إلى العودة، وما يزال الآن يدعوني إلى العودة. إذن ماذا أفعل؟ لا لا، لأتقدم. نعم، لقد يا قوم انقذوني يا قوم، ان الفرس سقط بي وغاصت اقدامه في الرمال. ماذا تريد؟ انقذوني. اننا نعرفك يا سراقة، اننا نعرف نواياك السيئة. استمع يا أريقط، استمع الى الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث مع أبي بكر. إنني أسمع الآية الكريمة التي نزلت على رسول الله، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى،
وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ها تكلم، ماذا تريد يا سراقة؟ ولماذا أتيت حاملا رمحك وسلاحك؟ إن نواياك سيئة وقد وجدت جزاءك، وإننا لا نعاملك بمثل ما أردت، وإلا فأنت لقمة صائغة للموت. أنقذوني أنقذوني أنقذوني. تكلم، ما كان قصدك من هذا المجيء؟ إن قريشا رصدت جائزة قدرها 100 ناقة لمن يأسر محمدا أو يقتله، وقد أتيت لهذه الغاية. إذن فلنتركك حيث أنت إلى أن تهلك في الصحراء وتدفنك الرمال خسيس اللعينة. لا لا تتركوني لا تتركوني. لقد بحثت على حتفك بظلفك. إن الله معك يا محمد فأنقذني، إن الله معك يا محمد فادعه لي أن يهديني وأن يرجعني إلى الحق. يا محمد خذ قسطا من نصيبي، وإنكم ستجدون راعيا في الطريق، فخذوا منه ما تشاءون من إبلي وشيائي. وما لك لم تعترف بهذه الحقيقة من قبل وتعود من حيث أتيت حتى وقعت فيما وقعت؟ إن رسول الله يسامحك ويدعو لك، ولا حاجة له بإبلك ولا شياهك، فها أنت الآن طليق، فاذهب حيث تشاء. ما أحلمك يا محمد بعد المعذرة، وما أعظم عفوك بعد معرفة الجريمة مني. إني سأعود سأعود وسأحكي ما حدث لي، وفي ذلك نصر لك وللدين الذي أتيت به. لقد تحررت الآن وعدت إلى الحياة، لقد كدت أن أهلك، لقد عصيت العمل والضمير وتبعت الهوى والشيطان. علي إذن أن أتوجه إلى قريش لأنبئها بأنه ليس لها من انتصار، ولا يستطيع أحد ولو جيش بكامل عدته ووافر عدده أن يلحق أذن بمحمد، فإن من ورائك جيشا لا يغلب، ومن حولك قوة لا يمكن قهرها، فلك سطوة على العقول ومهابة عظيمة لا يستطيع أحد النيل منها. فإلى قريش المهزومة لأصارحها وأعرفها بالحادث الذي حدث. عليك بالوقوف في هذه الناحية والجولان بها، وإذا رأيت أحدا قادما فرده عن طريقه. نعم سأفعل، وسأخذ في طريقي إلى قريش، وكل من لقيته رددته من حيث أتى. اكتب لي يا رسول الله اكتب لي يا رسول الله كتاب أمان، وأمرني بما شئت أن أفعله. لقد طلبت أمرا عظيما، فإذا كتب لك رسول الله كتاب أمان فإنها أعظم جائزة ستنالها في الحياة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يكتب لك كتاب أمان، وأنه يأمرك برد الناس الحاملين في نواياهم شرا. سأفعل سأفعل ابتداء من الآن، وسأعود إلى أم معبد التي أصبحت واعية إلى الحق وإلى أبعاد الناس، وإني لمنتصر على كل مخالف لأرده بسلاحي. ها هو الكتاب. الله، الآن قد عاد لاطمئناني. إن الله يأمرك يا رسول الله ويمؤيدك، وهو معك في كل زمان ومكان. من القادم؟ يا سراقة، هل ظفرت بشيء؟ عود من حيث أتيت، فإنا لا نستطيع أن ندرك الرجل ولا أن نلحق به، فإنه جلس في حضن قريش 13 سنة ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه، وبعد خروجه أرادوا أن يقوموا بما أرادوا بواسطتنا. لقد اقتنعت أننا مسخرون أذنياء إن قمنا بشيء. أحقا ما تقوله يا سراقة؟
إنني أعلم شجاعتك وقوتك، والكل يشهد لك بذلك، وقريش معتمدة عليك في تنفيذ هذه المهمة. إن اعتمدت علي فإني سأكون معارضا لها مما تحلم به من قبل. معارضا لها؟ إلى هذا الحد يا سراقة؟ وكل من علمت أنه سيصل إلى محمد بأذى فإني سأحاربه. إذن أفلا عدت من حيث أتيت؟ لقد استغربت من أمرك يا سراقة. من القادمان؟ إنهما غريبان عن قريش. عليهما لباس قبيلة بني مدلج، فهم الذين يلبسون مثل هذا اللباس. ماذا أرى؟ إنهما يشيران لي، ومن دون شك فقد أتيا إلى ذيل الجائزة. أين ابن هشام؟ أين ابن الأسود؟ إن الرسل واردة علينا بالبشارة، ولعل القادمة سراقة. إنه الفارس المقدام المشهور، والذي لا يخطئ الجائزة، والذي لا يقدر أحد على سبقه إليها. أهلا أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا بمجيئكما ومقدمكما. ماذا وراءكما؟ إنني لم أستطع الحصول على أثر لمحمد، ومنذ 6 أيام وأنا أقلب في أطراف الصحراء ليل نهار. هذا ما جئت به إلينا؟ إن سراقة له رأي آخر، فهو الذي وصل إلى قافلة محمد وشاهدها. حقا يا سراقة ما يقول مرافقك؟ حقا ما يقول رفيقي، لقد أخذت رمحي وسهامي وخرجت أضرب في الصحراء وأقتفي الآثار، وأنا أعلم كل العلم أني ملاق محمدا في الطريق، وكم صدني من صاد، ولكن فراستي بالسير في الصحراء لم تقصني عن تتبع آثار محمد. أما سهامي فكانت تحذرني، وأعدتها 3 وكانت تدعوني إلى الرجوع، وأخيرا صممت على السير، فلم أستيقظ إلا وأنا صريع أمام محمد وأصحابه، ولست أدري ماذا حدث ولا كيف حدث، فطلبت منه الأمان فأمنني، وكنت وشيكا على الهلاك. سحقا لك يا سرقة، أظفرت به وأفلت من يدك. لقد حدثت نفسي أن أعطيك 100 ناقة، وإلى رفيقك 100 ناقة، وأن أقيم لكم الأفراح. لا تقنقذني محمد من الهلاك، وعرضت عليه أن يأخذ من إبلي وشياهي جزاء له على إنقاذي مما كنت فيه، فرفض أن يأخذ مني شيئا. إنك لمخدوع. من الأفضل لك يا أبا جهل أن تخلو ما بينكم وبين الرجل، فإن أمره لا محالة ظاهر، ولقد رأيت منه ما سيحقق أمره ويعلي شأنه ويصبح سيدا على هذه الأرض وغيرها. أسكت يا سرقة، أسكت عن هذا القول الذي لا أقدر أن أسمعه ولا أطيق تحمله. قم يا أبا جهل، قم يا أبا جهل، ماذا يتغنى به الناس؟ لقد سمعوا شعرا يتحدث عن رحلة محمد إلى يثرب. قال الناس إن هاتفا أتى بهذه الأخبار، وكانت الجماهير تسمع الصوت ولا ترى صاحبه. ماذا تقول؟ مرحبا بكم قناة محبي مسلسلات إذاعية المغربية. واليوم أتيت تسألني عن سراقة. لقد أتى بأخبار كاذبة وأريد أن أنتقم منه. إن الأخبار منتشرة في كل مكان عن رسول الله، والقوافل التجارية تأتي بأخباره، ولقد خلف في الطريق آثارا حميدة، وما من قبيلة يمر في ديارها إلا وتعلم أحقية دعوته، وإنه الآن على أبواب يثرب، وقد أعدت له جيشا عظيما لاستقباله وإظهار ما هم عليه من عهود ومواثيق. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده،
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. استمعتم سيداتي سادتي إلى رواية حول الهجرة بعنوان في الطريق إلى الهجرة من غار ثور إلى يثرب.